ينير كما النهار. في خضم المعارض المتنوعة يبزغ معرض جديد بلون عصري متجدد يحمل فكرة خلاقة ورؤية جديدة لركيزة من ركائز عقيدة المسلم. إنه معرض أسماء الله الحسنى الذي يهدف إلى تعريف الناس بربهم وخالقهم من خلال تقنيات حديثة ووسائط إلكترونية متطورة وظفت بشكل إبداعي لربط أذهان وقلوب الجماهير بعظمة الخالق سبحانه والتعرف عليه من خلال آياته الكونية ومعاني أسمائه الحسنى. والمعرض يهدف حقيقة إلى تعريف الناس بربهم وإثارة التأمل والفكر بأسماء الله الحسنى بأحدث التقنيات الموجودة في المعرض. بفضل الله عز وجل حقيقة في إقبال يعني كبير، وخاصة يعني في وافق مناسبة عظيمة وهي حقيقة الزمان والمكان، كذلك زمان الحج وأيضا المكان بمكة المكرمة، وحقيقة في توافد من الحجاج الوافدين إلى مكة وكذلك أهل مكة في هذا المعرض. يضم المعرض المقام بجامع الراجح بمكة المكرمة شاشات كبيرة تعرض معاني أسماء الله الحسنى وتعرف بها وبثمراتها بطريقة سهلة تجمع بين البساطة والتأصيل العلمي. وقسمت قاعات العرض إلى ثلاثة أقسام: قاعة المحبة والحياء، وقاعة التعظيم والإجلال، وقاعة الخوف والخشية، وقاعة أخرى للعرض البانورامي. كما زودت الممرات بوسائط إلكترونية تعمل باللمس يتحكم من خلالها الزائر لمعرفة ما يريده من أسماء الله الحسنى عبر تطبيق يدوي يشتمل على المعلومة المقروءة والصورة والفيديو. الحقيقة المعرض جميل جدا ويظهر فيه جهود جيدة والحمد لله رب العالمين، ويعتبر هذا المعرض رسالة وخاصة للناس الحجاج والمعتمرين الذين يأتون من كل حد وصب، وكثير منهم يجهلون ما هي أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، فبها تعريفكم لها يزداد إيمانهم إن شاء الله ويزداد تقواهم. تشير إحصائيات الزوار إلى أعداد كبيرة من أهالي مكة المكرمة ومن حجاج بيت الله الحرام الذين انتهزوا الفرصة لزيارة المعرض والإفادة من محتوياته ومعروضاته. أنا مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، وهذه زيارة الثانية لهذا المعرض، واليوم معي بعض الإخوة نقوم بتصوير بعض المشاهد، وتواصلنا مبدئيا مع إدارة المعرض بحيث يزودوننا ببعض الأفكار والفيديوهات لعلنا نستطيع يعني أن ننقل هذه الفكرة إلى قطاع غزة. كما خصص المعرض قاعة للأطفال وصغار السن ووضعت فيها برامج ترفيهية مناسبة تتعلق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته عبر برامج إلكترونية سهلة تناسب أعمار الأطفال. تمثل أسماء الله تعالى الحسنى ركيزة من ركائز عقيدة المسلم، وهذا المعرض يحاول تقريب معاني هذه الأسماء للناس لكي تكون قريبة إلى واقعهم وإلى حياتهم عبر وسائط مختلفة رقمية وصور مدمجة وغير ذلك حتى تكون أقرب إلى واقع الناس. صلاح عبد الشكور الأركاني، قناة المجد، مكة المكرمة. وفي أرض المشاعر بازدهار.